الأحد الرياضي يقترح عليكم رحلة في عالم صاحب الميدالية الأولى واللي هو حاضر معنا اليوم الملاكم محمد صالح المرموري. رحلة من عالية إلى باري 97. غالبا ما يكون الكلام أقرب وسيلة للتعبير، لكن هنا انتصرت الصورة على الكلام برمي المنديل، وقررت الألفاظ الانسحاب بعد الاقتناع بأنها لن تستطيع تنظيم صفوفها ومسايرة نسق هذه الصور التي قررت التعبير عما يختلف. محمد صالح المرموري ملاكم تونسي.